مبارك عليكم الشهر. لسنوات مصرف الشارقة الإسلامي يقدم مبادرات طيبة في الشهر الفضيل، لسنوات يرعى ويدعم الخيم الرمضانية، لكن بعد الجائحة والظروف صارت الحملة الرائعة ميرك عند باب بيتك لمساعدة الناس والأسر المتعففة. السنة هذه بفضل الله سبحانه وتعالى فتحت الخيام الجديد والحمد لله، ومصرف الشارقة الإسلامي باذل جهد كبير في الخيام الرمضانية، لكن ما زالت حملة ميرك عند باب بيتك، وبالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية توصل هذه الصناديق المبروكة اللي فيها مساهمات ومساعدات طيبة في الشهر الفضيل. ما شاء الله جهود طيبة والكل يتعاون من أجل تقديم حملة طيبة توصل المساعدات للمستحقين في الشهر الفضيل. أيضا مصرف الشارقة الإسلامي يتعاون في هذه الحملة المبروكة مع دائرة شؤون الضواحي والقرى اللي سخروا مجلس ضاحية واسط، والحقيقة المجالس المبروكة هذه صارت اليوم تضم حملات خيرية وطيبة فيها مثل ما شايفين المير الرمضاني اللي بإذن الله تعالى يغني ويوفي حاجة الأسر المتعففة في الشهر الفضيل، ويرمضون ويفطرون ويسحرون إن شاء الله على خير. يتم اختيار المستفيدين من هذه المبادرة الطيبة من خلال قوائم تشرف عليها جمعية الشارقة الخيرية، تختار فيها الأسر المتعففة اللي يصلها ميرهم عند باب بيتهم بكل احترام لخصوصيتهم وتقديراً لهذه العوائل. هذا العمل الخير النير المبروك في حملة ميرك عند باب بيتك عشان يكون رمضان شهر خير وسعادة علينا جميعا، وهذه صورة جماعية مع أجمل فريق عمل.